عادل 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 يا عادل 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 في ايه في ايه ايه في ايه؟ الساعة بقت 8:30 وبقالي شوية بقى صحيك. 8:30؟ طب معقولة يعني رنا تصحيني قبل ميعادي بخمس دقايق؟ انت ايه ما بتفهميش خالص؟ انا ما بفهمش يا عادل، انا ما بفهمش ايه الطريقة اللزجة المتزحلقة دي اللي انت بتكلمني بيها. ما يا هانم لما تصحيني قبل ميعاد صحياني بخمس دقايق تبقى ما بتفهميش وتستاهل الضرب وبالخرطوم كمان. بالخرطوم؟ عايز تضربني بالخرطوم يا عادل؟ حرام عليك. طب افرض بقى الخرطوم كان فيه مية، اغرق انا يعني ولا اغرق؟ اقفل المحبس واضربك بالخرطوم، اوعي تصحيني بدري تاني. انا بقول لك اهو. يا رانيا يا رانيا، ايه الملح اللي انت حطاه في الفول ده؟ ملح زياده، بقى لنا 10 سنين متجوزين ولغايه دلوقتي مش عارفه تظبط الملح في الاكل. الا النسب، الا النسب، كلمني عن اي حاجه الا النسب. شوف انا المراه النسبيه، انا حاطه الملح على الاكل بشكل مطابق للمعايير الجوده العالميه الايزو. انا ماليش دعوه بالعلمانيه اللي انت بتقولي عليها، انا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هانم. يا حبيبي افهم افهم، انا عامله خلطه جزيئيه بحيث ان انا بحط الملح على الميه بنسبه 1:23 بوصه في الميه علشان الاكل يبقى عباره عن جزيئات، جزء جزيئ يعني منه ميه وجزيئ اخر ملح وجزيئ فول. بعد كده بقى الاكل لما هينزل معدتك هيحصل له حاله انشطار فتشبع. انشطار؟ انت بتقولي لي اي كلام، اي كلام بتقوليه وخلاص. انشطار جوه معدتي ليه؟ معدتي مفعل نووي، بقول لك مش واجب. احسن، ويكون في معلومك، يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معايا اصبح متدني واصبح لا يطاق يا عادل. هو ده اسلوب يا رانيا، هو ده اسلوبه. اذا كان عاجبك بقى انت فاهمين النهارده اسلوبي عامل ازاي في الحوار. هو اسلوبي كده ومش هعرف اغير اسلوبي، وهو كده من يوم ما اتولدت انا كده. الله، مالك يا عادل؟ في ايه؟ نعم نعم. الله، في ايه؟ مفيش. بابا بابا بص يا بابا، الرسمه دي ايه؟ الرسمه دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه الرسمه؟ ايه دي؟ ايه يا بابا؟ رسمه الربيع. ربيع ايه؟ ده خريف. ودي رياح خمسين، رياح خمسين. ما دام ما بتعرفيش بترسمي، ترسمي ليه بس يا ياسمين؟ يعني يا بابا الرسمه مش عاجباك؟ اه مش عاجباني، رسمه وحشه. ما دام ما بتعرفيش ترسمي ارسمي اي حاجه سهله، ارسمي حمار، ارسمي معزه، لكن الرسمه اي كلام اي كلام. الله، ايه يا عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما، انا ما احبش حد يتدخل في تربيه البنتي. بس مش معقول كده كمان، دي طفله يا عادل وملفظاتك وحشه معاها. خلي ملفظاتك سعد معاها. ملفظاتي حماتي، لو سمحتي ما تتدخليش بيني وبين بنتي يا حماتي بعد اذن حضرتك. كفايه ان انت مش عارفه تربي بنتك اساسا. ايه اللي انت لابساه ده نجلاء؟ انت رايحه السيرك ولا ايه؟ في ايه يا ابي؟ في ايه؟ ايه اللبس المهبب؟ خش غيري، خش غيري. استنى بس، خش غيري، خش غيري. يا عادل في ايه يا ابني؟ انا مش عايز كلام. الله. جرى ايه يا معلم عادل؟ المعلم عرجون جاي لنا من اسوان مخصوص عشان يشتري مننا احنا، تقوم ترد عليه كده برضه؟ بصراحه يا يعني معلم مسخوط، انا متضايق ومتنرفز جدا من اسم عرجون ده، بيفكرني بماتش الاهلي والنجم الساحلي اللي الاهلي خسر فيه الكاس. يا عم واحنا مالنا ومال الزمالك واللي بيحصل فيه؟ خلينا في ماتشنا احنا، قصدي في شغلنا. لا مؤاخذه يا معلم عرجون، معلش قول لنا طلباتك ايه تاني؟ أنا عايز 500 ورقة بردي مكتوب عليهم باللغة الهيروغليفية. اللغة الهيروغليفية؟ ما هو لازم يبقى مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية. أمال حضرتك يعني ورق بردي هيتكتب عليه بإيه؟ هيتكتب عليه باللغة العربية؟ ما سايبين جدا مو إيه دي؟ نكد عليك يا أخي، أنت مش طايق لي كلمة ليه يا أستاذ عادل؟ لا مش طايقك إيه بس؟ إهدى كده يا معلم عرجون. جراي يا عم عادل، جراي ما تهدى بقى، ده زبون تقيل هتطيره مننا. تقيل على نفسه وتقيل جاي يتقل نفسه هنا أهو، لا لو مش عاجبه الوزن ده نوزن بره. جراي يا عادل، أنت كده هتبوظ لنا البيعة بخناقك وزعيقك ولسانك اللي بينقط زفت ده. أنا لساني بينقط زفت؟ أنت جاي أساسا تفهمني أنا البيعة؟ جراي يا أستاذ، أنت نسيت نفسك يا مسخوط ولا إيه؟ ده أنا اللي كل مرة بخلص كل حاجة وانت تبقى قاعد زي البروتة وفي الآخر تاخد نسبتك. جاي عادل، لا اقف عدل واتكلم عوج. بقولك ايه، انت اللي نسيت نفسك، ده احنا اللي معلمينك الصنعة. مين اللي معلمني الصنعة؟ انت اللي معلمني الصنعة. ده انت جاي اساسا مصر ان هو انت مش فاهم اي حاجة، ما انتش عارف الفرق بين تمثال رمسيس وبين الهرم. يا جماعة عيب كده، انتوا تجار كبار وشركة مع بعض، وبعدين انت مهجوج يا معلم مسخوط، ازاي يعني ما تعرفش الفرق بين تمثال رمسيس والهرم؟ يا سلام، انت جاي عليا انا؟ طب اساله هو، على النعمه ما يعرف. مين اللي ما يعرف؟ تمثال رمسيس في ميدان رمسيس، تمثال الهرم في ميدان الرمايه. ما هو يا
تعرف اهو يا معلم مسكوت، امال بتتبلع الاستاذ عادل ليه؟ جاي عجول، انت جاي لي من عصام مخصوص عشان تصرع عليا؟ وانت يعني اللي جاي لي من تنت عشان تزعق فيا هنا؟ انتوا الاثنين جايين لي من الاقاليم عمالين بتعالوا صكوا عندي في المساء. اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. طالعين. الله، اطلعوا بره. السلام عليكم. بس يا جماعه، ايه يا جماعه صوتكم جايب اخر الشارع دول؟ ايه دول؟ وانا اسيبك نص ساعه ارجع الاقيك مشكل طوب الارض. عكروا دم يا لازفت يا رمزي. ايه ده بس يا دولك كده يا عم؟ في ايه يا معلمين؟ مفيش. ايه ده معلم؟ عربون. عربون ليه؟ شايفه جاي من اسوان على فطوره. لا والله انا جاي في النيل على مركب بلانيس. كده هون يا دولا، كده هون تكسف ذاتيتي قدام المعلم عربون وقدام المعلم مسلوخ. ذاتيتك وانت ليك ذات اساسا؟ انت نكر يا هلا، نكر مالكش قيمه يا هلا. انا دولا. اهدى 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 اهدى، سيبني عليه. اهدى اهدى بس يا استاذ رمزي، اهدى يا استاذ عادل، ده ابن عمك برضه. ولا ابن عمه؟ انت مالك؟ انت ابن عمه ولا مش ابن عمي؟ اها، بيقول لك ابن عمه. ايه يا شيخ؟ قول له يا شيخ، قول له. انتوا جاي، انت جاي بزعق يعني؟ اطلع بره، اطلع بره. يلا اطلع بره، اطلع بره. وانت كمان بره. انا دول. اه يلا انت بره. انا نكر نكر واطلع بره. اه دول اهو. رس على شيشه نضيفه بلا لطيفه مع اتنين هنيه بلا احلى اتنين شباب. ايه ده؟ مين؟ هيثم ابن ابل امال؟ اه انت تعرف ماما؟ اه طبعا، انت مش فاكرني انا اللي كنت بضربك على اخاك في الحضانه؟ اه عادل، ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا هيثم؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل. لا اتفضل. لا اتفضل، انت دي قهوتي اساسا. اهلا وسهلا. بس انت شكلك اتغير كتير قوي يا عادل من ايام الحضانه. اه ما من ايام الحضانه بقالها بتاع 10 سنين اكيد. اتغير يعني؟ وانت برضو شكلك اتغير خالص. انا فاكرك لما كنت بتبقى شايل الزمزميه اللي هي عماله بتنقط ميه وما بترضاش تشربنا، وكان بيبقى معاكي كمان اللي هي المصاصات ام صفاره دي، ما كناش بنلاقيها. رجعتني لاحلى ايام حياتي والله. تشرب يا بدوي؟ بدوي ايوه جاي. يا نعمين يا استاذ دولا. تشرب ايه؟ ممكن لو سمحت من فضلك بعد اذنك يا استاذ تجيب لنا اتنين شاي من ايديك الحلوه دي؟ انا استاذ؟ عينيا يا استاذ. وعندك اتنين شاي وصايه. بس انت اتغيرت قوي يا هيثم عن زمان. زمان كنت بتقعد تزعق للعيال وتخطف منهم السندوتشات على اساس ان مامتك هي النظره بقى، فكنت بتقعد تضايق الناس كلها بما فيهم انا يعني. يا عادل مفيش احسن من اللسان الحلو ده. احلى اتنين شاي على ميه بيضه للبهوات. ميرسي، متشكر جدا. على فكره انت مش المفروض تشتغل في قهوه، لا انت المفروض تشتغل في فندق خمس نجوم. انا سعاده البيت اشتغل في فندق خمس نجوم؟ ربنا يكرم اصلك يا سعاده البيت. شفت يا عادل؟ ده بيعمل عجب. ايوه بيعمل ايه يعني؟ ما هو نزل لنا شاي عادي، يعني ايه اللي حصل؟ انا لما قلت للقهوجي كلمتين حلوين مجامله شفت عمل ايه؟ واحلى ورده للاستاذ. يا صباح الفل يا سعاده البيت. صباح الجمال. ميرسي. شفت يا عادل؟ مش قلت لك ده بيعمل عجب؟ يعني هو اللسان؟ ايوه اللسان، اللسان. ايه اللسان؟ اللسان؟ او انت خريج ألسن يعني قسم لحمه راس ولا ايه؟ اقصد ان باللسان الحلو هتاخد كل اللي انت عايزه وزياده كمان. انا مثلا عندي شقه وعندي فيلا وعندي فلوس البنك ومتجوز اتنين، وباللسان ده قعدوا مع بعض في شقه واحده وانا قاعد في الفيلا. يعني كل ده عشان اللسان؟ ايوه ايوه. بس انت يعني بتتكلم على اتنين ستات، انا عندي ست ستات، دول محتاجين ست لسنه على الاقل. يا عادل هو لسان واحد حلو هيحل لك كل مشاكلك، حياتك هتستقر وشغلك هيمشي. اللسان ده يخلي كل الناس في جيبي؟ دولا انت بتغيظ مين في المرايه دول؟ يعني هكون بغيظ مين يعني؟ اصل انا شايفك دولا يعني مطلع لسانك للمرايه دولا. لا يعني هطلع لساني لنفسي. يهبل يهبل، دي حاجه بيني وبين نفسي. انت مالك انت؟ اه عرفت يا دولا، انت اكيد بتقرا اللسان صح؟ زي الناس كده اول ما بتقرا الكف وبتفتح المناديل يا دولا. بيفتحوا المناديل؟ ده على اساس بيبقى عندهم زكام. ايوه يا سيدي، انا بشوف الطالع وبقرا البخت. طب ما تشوف يا دولا لساني كده وتقراهولي يا دولا وتشوف لي الطالع اهو. يا ابني انت لسانك ما ينفعش يتقري، انت لسانك ينفع يتقطع بس. طب قول يا دولا فوق، فرحني فرحني. ها؟ قدامك سكة هبل. وايه تاني يا دولا؟ ولا انت واكل كشري يالا؟ ايه ده؟ لا مش ممكن مش ممكن. وعرفتي دي كمان؟ يا ابني سهلة يا ابني، ما في عدس على لسانك يا هبل. يلا اجري روح شوف شغلك وشوف التماثيل اللي انت هتكسرها. لا مش هكسر تماثيل يا عم. كل ريتك
حتى ده كمان كسرته. ده التمثال الوحيد اللي انا فرحان بيه، حتى التماثيل بتكسرها يا غبي. يا ولا غور من وشي، يلا غور من وشي، مش عايز اشوف خلقتك. ايه دول بقى، انت كل شويه تزعق لي يا عم. اوف، ده ايه الشغلانه اللي انا مش طايقها دي؟ اكتر شغلانه وحشه انا اشتغلتها في حياتي. اكتر شغلانه وحشه يا سحوش حوش الشغل اللي انت حد شغلك ولا عبرك غيري؟ امشي من قدامي دلوقتي. دول بقى، لا مش انت اللي قلت لي ان انت هتكسره؟ ولا يا رمزي، هو انت ممكن باللسان تقدر مثلا تقنع اي حد باي حاجه؟ اه طبعا يا دول، على فكره انا لما بحب يعني اقنع اي حد من اصحابي باي حاجه انا عايزها، بقوم بقى واخدهم وعازمهم بقى على ايه، لحمه راس ولسان، باكلهم لسان يا دول قبل الخل والتوم والجيري. والتوم والجيري بيتكلم يعني ايه؟ بيتاكلهم كرتون يهبل. يا دوله معروفه، يا دوله اطعم الفم تستحي الديل. تستحي الديل على اساس عازم معاك حمير؟ والديل بتاعهم بقى هيستحي ازاي يعني؟ على غور يلا، غور يلا انت تهبل ولا بتعرف تتكلم ولا بتاع. امشي امشي. طيب ما تبقاش تسالني، ما تبقاش تسالني، بسال التماثيل يا اخويا. يلا يلا التماثيل لو انا سالتهم هيفهموا احسن منك يا غبي. طب ما سالتهمش ليه؟ يلا 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 يلا. وانا خسران ايه؟ طب ما جرب حكايه اللسان دي مع الواد رمزي. ولا رمزي ايه، ما تخافش ما تخافش. هتضرب تاني صح؟ لا 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 يا ابني، ده انت ابن عمي يالا. انا معقول اضربك؟ ده انت حبيبي يالا، ده انت حبيبي، ده انا بحبك يا رمزي. عارف ده انت كفايه، بس انت شايل شغل البازار ده كله على كتفك يا ابني، والتماثيل اللي انت بتكسرها طبعا غصب عنك، ما تبقاش قصد زي اللي هو بتاع نفرتيتي ده الله يحرقك. لكن عادي والله يا رمزي، انا بفكر بجد هعينك مدير عام على التماثيل كلها اللي في البازار. دول انت بتكلمني انا ولا بتكلم مين؟ ايوه بكلمك انت يا ابني، ده نتيجه مجهودك مش نتيجه انك قريبي ولا حاجه. انا دولا، انا بحبك يا دي رمزي، انت ما كنتش عارف كده ولا ايه؟ الله يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي. ماشي هضطر استحمل الاحضان والدوس. ماشي يلا، انا هنضف كل البازار يا دولا، هوا هوا من غير ما اكسر ولا تمثال يا دولا. ياه يا مدام، حكايه التمثال جابت نتيجه مع الواد رمزي، ما ممكن تجيب نتيجه مع ناس ثانيه. اجرب مصروف. الو يا معلم مسخوط. ايوه انا عادل سعيد، اخبارك ايه؟ لا يا عم زعلان مني ايه، المهم انت اخبارك ايه واخبار المساخيط الصغيرين ايه؟ الله يخليك، لا من غير ما تزعل ولا حاجه. بص يا سيدي، انا ممكن اقابلك انت والمعلم عرجون كمان نص ساعه في القهوه. خلاص بقى خلاص. ماشي ماشي حليب يا قشطه. ماشي مع السلامه. مع السلامه. اوه بقى يا عم، انا مش ناقص بقى للمناهده دي، مفيش قلب يا دول المناهده. ايه ايه في ايه؟ الزبون ده يا عم عايز ياخد التمثال ده، هو قال ايه ب 20 جنيه بس؟ يا رمزي لازم تتكلم مع الزباين، لازم لسانك يبقى حلو، اهم حاجه ده. ها انا اوريك، اتعلم مني اتعلم مني. اه ماشي يا مدرسه. اتس فور فري. اتس فور مي؟ يس اتس فور ريلي. Really? Thank you. Thank You're you. Welcome. Thank You're you. welcome. Thank you. Anytime. ايه ده دولا ده؟ اروح الحقه يا دولا، ده خدوا ببلاش يا دولا. يلا ما انا اللي قاصد يلا. بص تمثال زي كده مش مكلفنا حاجه، بس هيكسبنا زبون، الزبون يجيب 100 زبون. اتعلم يا ده، اهم حاجه اللسان الحلو ده. عادل 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 عادل. صباح الخير يا حبيبتي. الله، ايه ده الورده دي عشاني؟ غريبه، على الرغم ان انا مصحياك قبل ميعادك بساعه يعني. حبيبتي انت المفروض ما تخلينيش انام خالص، انا بستخسر اي لحظه بعيشها بعيد عن عينيكي، يعني ليه انام وما اشوفكيش طول الوقت؟ الله، ايه الرومانسيه الفظيعه والكلام الجامد الموت ده اللي ما سمعتوش من ايام شهر العسل، قصدي يعني اسبوع العسل. بمناسبه شهر العسل بقى، انا نويت اجدد لك شهر العسل، هسفرك سفريه العمر، هوديك على تايلاند وبعدين هوديك على الصين. يا سلام. وبعد الصين هنطلع على الهند، وبعد الهند نطلع على السند. وبعد السند نروح بلاد تركب الافيال. لا لغوا الافيال، بتكلفوا الابن كتير، عشان كده بقوا يركبوا التوك توك. جميل انت يا فوزي، هقوم احضر لك الفطار يا احلى زوج في الدنيا. جي 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 حبيبتي مش عايزه اتعبك يعني. يا سلام، الواد هيثم فعلا كان عنده حق، اللسان.
الحمد لله الحمد لله. ايه الاكل الجميل ده؟ تسلم ايديك يا رانيا بجد. الملح مظبوط قوي النهارده في الفول، والبيض المسلوق تحس انه مسلوق بطريقه مسلوقه يعني بجد. حتى اي حاجه من ايديكي بجد يا رانيا بتبقى جميله يعني. الله ميرسي يا عادل، ايه الرومانسيكيه اللي انت فيها دي يا حبيبي؟ حبيبتي حقك ولازم اديكي حقك طبعا، انت بتعملي اكل جميل لازم اشهد بكده، وقدام كل الناس وقدام كل العالم وقدام مصر كلها لازم اقول لمصر كلها ان رانيا مراتي حبيبتي بتطبخ احلى طبيخ وبتعمل. الله يا ياسمين على الرسمه بتاعتك، جميله جميله جميله. هو انت يا بابا لسه شفت الرسمه بتاعتي؟ ياسمين يا حبيبتي انا مش محتاج اشوف الرسمه بتاعتك، انا عارف رسم بنتي كويس. لعلمك بقى انا بفكر ادخلك مسابقه كراريس الرسم الدوليه. ميرسي يا بابا يا حبيبي يا حبيبي. بص بقى لو انت شمس ولا سحاب ودي نجلاء. راح على فين؟ الله يا نجلاء اللبس اللي انت لابساه فظيع ده، ما فيش ولا لون مش لابساه ما شاء الله، كل الالوان حتى الاسود عشان لو اتعزي ولا حاجه يا والغوايش اللي لا 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 لا. بصي بجد يا نجلاء ده مش من مقامك، انا ليا واحد صاحبي فتح محل جديد بتاع ملابس حريمي، هكلمه عشان يجيب لك لبس جديد كله جديد، وانت اللي عندك ده ارميه وزعيه بيعيه اتصرفي فيه. الله عليك يا امير، ربنا يخليك ليا، ميرسي قوي. باي باي باي، مع السلامه يا نجلاء، خلي بالك من نفسك. وفي ايه يا عادل؟ في ايه؟ انا مش فاهمه انا بقى ايه الكرامات والبزخات اللي انت فيها دي يا عادل. والله انتوا عارفين ده كله سببه ايه؟ ايه بقى ده؟ ينفع يا معلم عادل تقول كلام وبعدين ما تنفذوش؟ ما هو اصل يعني يا معلم. لا 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 لا، اصل ايه؟ انت قلت لنا ان الموضوع خالص وان البضاعه كلها جاهزه، عايز تحرجنا قدام المعلم عرجون. لا ما فيش احراج ولا حاجه، انت حبيبي يعني معلم مسخوط. مش بالكلام وبس، انا عايز فعل. انت عملت لي البحر عسل وطحينه كده عموما لو مش عاجبك الطحينه على العسل ممكن اشيلها لك يا سيدي. انت خسرتني كتير ولازم تدفع نتيجه اتفاقك معايا وتدفع الغرامه، انت فاهم ولا لا؟ طبعا فاهم. انت فين؟ ما تعمل حاجة، اتصرف بقى اتصرف. بابا. يا ياسمين يا حبيبتي تعالي، عايزة ايه؟ بابا انا سألت ميس الرسم بتاعتي وقالت لي ان مفيش مسابقة اسمها كراريس الرسم الدولية. لا دي كانت موجودة، ممكن تكون اتلغت لكن كانت على ايامنا كراريس الرسم المسابقة موجودة يعني. وكمان المدرسة بتاعتي قالت لي مين البق اللي ضحك عليكي وقال لك كده. قالت لك مين البق؟ ايه البق اللي قالته ده؟ ما هو المشكلة ده يظهر عطل ولا ايه مش عارف. أبي عادل فين بقى اللبس اللي قلت هتجيبهولي؟ أنا بعت كل هدومي خلاص ومش عارفة أخرج من البيت دلوقتي. ما أنا كنت هجيب لك لبس بس اللي هو صاحبي اللي هو عنده محل بتاع لبس ده المحل ولع فحصل ماس كهربائي بعد ما المحل ولع فهو هيصلح الماس في الولعة وهجيبهولك يعني إن شاء الله. يا بيه حرام عليك بقى، كفاية كلام. عادل خلاص جهزت كل الشنط عشان سفرية رحلة العمر، تعالي بصي. ايه ده انت جهزت الشنط حقيقي ولا ايه يا رن؟ طبعا انت فاكرني بهرج الشنط جوه في الاوضه. فين التذاكر؟ التذاكر ما هو بص يا رن انا غيرت وجهه الـ السفر يعني مش هتبقى زي ما قلت لك تايلاند والصين، لا هتبقى حاجه تانيه. فين؟ هتبقى اللسان بتاع راس البر ان شاء الله. عليكم السلام. لحظة حتة، مع السلامة. ازيك يا دولة؟ ايه ده يا رمزي؟ فين التماثيل وفين البضاعة اللي كانت هنا؟ بعتهم يا دولة، بعت كل التماثيل اللي في البازار واللي في المخزن كمان. بعتهم كلهم؟ ده أول مرة في حياتك تعملها. أنت طول عمرك كنت تكسر التماثيل لكن عمرك ما بعت تمثال واحد. بعتهم لمين دول كلهم يالا؟ تلميذك يا دولة، تلميذك يا معلم. في بقى دولة يعني أتوبيس سياحي كتير قوي كده، وفي أجانب جم على هنا يا دولة. الظاهر ان الراجل اللي جه هنا هو اللي بعتهم. الراجل اللي انا اديته تمثال هديه هو اللي بعت. شفتي يا ابني؟ يا ابني قلت لك الكلمه الحلوه اللسان. اهم حاجه اللسان، تبيع الجن الازرق. طب انت كنت بتتعامل معاهم ازاي؟ هم اجانب؟ اجانب اجانب دول شعرهم اصفر كده وعينهم خضره وشفايفهم بامبا. شفايفهم بامبا؟ اجانب. ايه الاجانب الغراب دول؟ طب انت كانوا بيتكلموا ايه يعني؟ انجلش يا واد يا بتاع. انت بتعرف انجلش يا ده رمزي؟ يس يا دوله يس يس. يعني لو مثلا عايز تقول لحد تعالى هنا تقول له ايه؟ اقول له كم هير. ماشي. لو عايز تقول له روح هناك
بروح انا بقى هناك وبقول له كام هير. جدع يا عيال بتتصرف برضه يا لك. ويلكم تو ايجيبت، ويلكم تو ايجيبت. وسيت داون، وسيت داون وكده اهو. اه طب وتفاح يعني ايه؟ التفاح يعني بنانا. بنانا انت عارف كله يا لك. الله يا دول الله. المهم فين الفلوس بقى بتاعه البضاعه اللي انت بعتها؟ فلوس ايه دول؟ انا ما بعتهاش بفلوس ولا حاجه. امال بعتها بايه؟ بده اهو بالكلمه الحلوه دي زي ما انت علمتني بالظبط. فري 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 قلت لهم فري 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 وخدوا كل الحاجات وسافروا بقى. فري فري وقلت لهم ويلكم ويلكم. اه دول ويلكم ويلكم يا سواد للكم. تعالى